تريانجولار بليت از فيكسد ات اتس بيز، يعني هنا كده القاعدة بتاعته والرأس بتاعه هنا مثبت، and its apex A is given a horizontal displacement of 5 mm determine the shear strain gamma عند الـ A. هي كانت 90 درجة، كان الطول ده قد الطول ده، يعني الحتة دي والحتة دي نفس الشيء لأن 45 درجة. كانت كام الحتة دي؟ كانت 800 كوساين 45 أو ساين 45 نفس الشيء، كانت 5.65 أو 6.85. هنكتب لدقة كبيرة شوية لأن الفروق بسيطة. إيه اللي حصل؟ استطال 5 مليمتر، فلما استطال كده طبعا زي دي كانت 45، ده طال، فالزاوية دي زادت فدي قلت، فيا ترى الزاوية دي بقت كام دلوقتي؟ نقول أو الزاوية دي على طول بقت كام؟ اللي هي ثيتا الجديدة، نقول ثيتا بتساوي شيفت تان. الطول ده زي ما هو 5.65 على نفس الطول وزاد 5 مليمتر، على 5.65 زائد 5 مليمتر، فهقول كده طبعا تطلع أقل من 45 درجة. هقول شيفت تان الأنسر اللي حسبناه من شوية على الأنسر زائد 5 مليمتر، فطلعت الزاوية 44.7479 درجة. إذن الدلتا ثيتا هيساوي باي على 2 اللي هي 90 ماينس 2 ثيتا، يعني هيساوي 90 ناقص 44.7479. ناخد أرقام كتير عشان يطلع الدقة كويسة، بس في 2 المفروض. طلعت الزاوية 0.5042. إذن الجاما عند الـ A بتساوي الدلتا ثيتا باي على 180 عشان تطلع بالراد، طلعت رقم كده جميل 0.008. بالموجب لأني 90 ناقص 2 ثيتا ادتني رقم موجب. طبعا لو الاتنين ثيتا اكبر من 90 يطلع رقم سالب، بس عموما السترين بيساوي الرقم ده.